طيب ننتقل إلى كلمة أخرى أيضا منتشرة على ألسنة بعض الناس وخصوصا في الديار المصرية عند إخواننا المصريين عندما يعبرون عن ميت، فماذا يقولون؟ الثاني والعشرون قولهم ربنا افتكر. نعم ربنا افتكره، بدل أن يقول فلان مات يقولون فلان ايش ربنا ايش افتكره. وهذه الكلمة موجودة في ديارنا لكن قليل، لكن أكثر شيء عند إخواننا المصريين، ولابد أن نذكرها لأن إخواننا المصريين عزيزين علينا أولا، ثانيا يعيشون بيننا بكثرة، فاقتضى التنبيه والتحذير من هذه اللفظة. فما افتكر ايه يا عم، هو نسي ولا ايه؟ ما يصحش كده يا جدعان. فلا بد من الانتباه والتحذير من هذه العبارة، من التحذير من هذه العبارة. متى تسمع؟ تسمع من بعضهم وخصوصا من الإخوة المصريين عند التعبير والإخبار عن وفاة أحد من الناس، وهذه الكلمة لا تجوز، لأن في قوله افتكر أي تذكر، والذي يتذكر هو من كان نسي، وهذا ما نفاه الله عن نفسه كما قال تعالى وما كان ربك نسيا، وقال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لذا النجاة أخي القارئ الكريم في البعد عن مثل هذه الألفاظ والتعبير عن موت أحدهم بقولك فلان مات أو توفاه الله أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع. نعم، إذن الله عز وجل نفى عن نفسه النسيان، ومن قواعد أهل العلم فيما يتعلق بالنفي عن الله أنه لا يوجد نفي عن الله محض، وإنما نفي يستلزم إثبات الكمال. هذه من قواعد الأسماء والصفات، أنه لا يوجد نفي محض، وإنما هو نفي يستلزم إثبات الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يستلزم ماذا؟ إثبات الكمال القيومية لله جل في علاه، وبالتالي لا ينسى، هذا نفي يستلزم ماذا؟ إثبات ماذا لله؟ إثبات النسيان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا يستلزم الكمال؟ تذكر عدم النسيان، كمال العلم. نعم، إثبات العلم والحفظ، كمال العلم كمال الحفظ جل في علاه وعظم في عالي سماه.